بإيطاليا تشارك الجزائر بصفتها ضيفة شرف القارة أو ضيفة شرف القارة الإفريقية في فعاليات المعرض الدولي للصناعة التقليدية، حيث أشرفت وزيرة السياحة على افتتاح جناح الجزائر بالمعرض والذي يجسد إرادة الدولة في تثمين أواصر الصداقة التاريخية بين الجزائر وإيطاليا. إما مشاركة الصناعة التقليدية الجزائرية في هذا الصالون الدولي يحمل أكثر من دلالة رمزية، بحيث يكرس من جهة لمكانة الفرافي الجزائري كسفير لتقاليدنا وتراثنا الأصيل الممتد عبر آلاف السنين، ومن جهة أخرى يروج للمنتجات الصناعية التقليدية كواجهة مميزة للدبلوماسية الثقافية والاقتصادية. الجزائر العريقة بتاريخها وحضاراتها الثقافية كوجهة سياحية رائدة وصاعدة في الفضاء الدولي السياحي.